أنا أشكرك إنه أنت ربيتي هيك تربية وخليتيها توصل هيك مرحلة، وأنت بمنطقة فقيرة وأنت سيدة فاضلة، وصلتي بنتك إنه تكون طالبة وقسمة تخدير. شلون وصلتيها للمرحلة هذه؟ والله وصلتها بتعب، تعبت حيل. هنا عندي ثلاث بنات أنا، يا الله جيهان ثاني مرحلة ثانية تقن تخدير، وزينب خامس علمي، وأروى ثاني متوسط. ولد عندك؟ لا ما عندي، هنا ثلاث بنات. إيه؟ أبوهم وين؟ منفصلة لي ثمان سنوات. بارك الله بيك. الله يسلمك، الله ويعطيهم الشهر 300,000، وخطها هي 100 وذني 40,000 خطوطهن، والعيش والإيجار 175. شلون مدبرتها؟ مدبرتها أخبز خبز الناس. شوف حضرتك. شوف ايدي اخبز هذا. والله العظيم اخبز، ومنك ومن غيرك وناس تساعدني والحمد لله والشكر. راتب رعايه عندك؟ سويتوا لها قضيه راتب رعايه؟ طلع اسمي بس، اسم واحد اني لان هن ويا ابوهن. طلع اسمي بس اني. استلمتي راتب؟ اي شهر واحد 125 راتب رعايه. اي استاذات اسمح لي، بالنسبه للبناتها لو يتحولن وياها مو ويا ابوها، الراتب يصعد يوصل ل 400,000 سنة كفيها 300. اي اسمح لي استاذ احسن، بس الايجار 175 والله العظيم، والشارع كله يشهد. اي مو عندها ثلاث بنات، ثلاث بنات ما مشمولات وياهم بالراتب، مشمولات ويا ابوهن. عفوا هي منفصله. فاذا ينضافون وياها على كل طالبه كليه 100,000 دينار، هاي وحده. شغله ثانيه، موضوع التخفيض اللي يصير بالكليات. زين دقيقه انت منين تدفعين مال الكليه؟ والله قد هو المبلغ مالك؟ 100,000 2 ونص مليون ونص. اي والله. شلون تدفعين؟ شلون ما شلون؟ ها؟ خوالها خالاتها. تمام. بابا انت المفروض هسه تفرحين تفتخرين، وانا اشكرك انه انت محافظه على نفسك على حجابك على وضعك، وجدا فرحان انه اكو بيش وضع بيش منطقه بيش ظروف انه انت تكملين ان شاء الله تخدير، وتخدير جيد، قسم اختصاص جيد مهم. تمام؟ استاذ قاسم يعني نحتاج انه كتاب مثل مكتب معالي وزير استاذ عزيز مثل هيك حالات، عناصرنا اللي موجوده في فريق التواصل الالكتروني الحكومي الخاصين بالتعليم العالي ممكن ننقل هيك حالات، يخاطبون الجهه المعنيه موضوع التخفيض. هسه كليات اهليه يقول لك احنا شغلنا هذا ورزقنا هذا وعندنا جور وعندنا كذا. لا عندنا بس بالمقابل مثل ممكن انه هي مثلا تصير استضافه مثلا بكليه حكوميه وجماعه بياخذون استاذ حتى ذا كليه اهليه عندنا استثناءات وعندنا تخفيض. مثل هيك حالات احنا عناصرنا اللي موجوده في فريق التواصل الالكتروني الحكومي، تعرف احنا مقسمين على الوزارات فكل من على اختصاصه، فمثل هيك حاله نقدر نرفعها لذوي الاختصاص موضوع التخفيض او الاستثناء حتى لو كانت بجامعه اهليه. جيد. جيهان البطل عندك فت كلمه؟ جيهان مو؟ جيد، أدش فت كلمة؟ أتمنى إن شاء الله يسمون كلمته ويساعدوني بس. ساعدوك؟ إن شاء الله. تمام، إحنا إن شاء الله نوعدك راح نتابع موضوعك، هاي واحد. اثنين توعدين إنه تكملين دراسة وديري بالك على ماما. إن شاء الله. ولما تتخرجين تعتنين بها تعوضيها. زينب تريد طب أسنان. يا طلعت هسه نتيجة. الحمد لله أول نتيجة زينب. طلعت الأولى هسه اليوم طلعت. ها يعني بالخامس؟ خامس علمي إي. إيش قد طلعت؟ هسه جابتها اليوم كله تسعينات ومية. يا الله يا الله، الله يوفقك. واروى نفس الشيء محفوظه ان شاء الله. الله يوفقك. في هاي الام العراقيه اللي ممكن تربي هذه، شو تقولي دكتوره؟ والله يعني رغم الظروف الصعبه اللي هم عايشين بيها لكن الام ما شاء الله بالعاده يعني العوالي اللي امورهم عدله ابنائهم ممكن يطلعوا طبيه ممكن يطلعوا، لكن ومع ذلك ممكن تلقى انه العائله هي متمكنه جدا واولادها ما يقرون ويكتبون، لكن ما شاء الله يعني الام هنا رغم ظروف المعيشه والصعوبه اللي تعانيها لكن طلعت يعني ما شاء الله بنيه محترمه ومؤدبه مجتهده، والبقيه اللي ايضا الاولاد ايضا كما تقول يعني هي شطار، فما شاء الله يعني انا نتمنى لها كل التوفيق وكل الدعم لها، وهيك يعني طلبه او هيك كفاءات وهيك مستوى من التعليم مفروض يكون دعم خاص لهم. زنوبه شلونك؟ الحمد لله. عاشت ايدك يا بطله ما شاء الله. 98 91 95 95 100 100 عقبتها عليها 94 197 83 انجليزيتها شويه مو؟ اي لازم تصير قوي، لازم تقوي نطقك بالانجليزي. ان شاء الله. تمام؟ شاء الله يوفقك.